أشعلت ابتسام باتما مواقع التواصل الاجتماعي بصور مع خطيبها مهندس الديكور فؤاد قبيبو، والذي يبدو من الصور أنهما قضوا يوم العيد مجتمعين. وقد ظهرت ابتسام وهي في كامل انسجامها مع خطيبها، هذا وينتظر أن يعلن عن موعد زفافهما في الأيام المقبلة. عشو درني راسي قبل ما الناس، بغيت نسولكم على السؤال، حتى عندكم نفس الراي ديالي ولا لا؟ هل يعقل شي انسان يدير تاتو باسم شخص اخر هو عارفو غير نهار تلقى معاه نهار، اولا نقولو كاع سيمانه، نقولو 10 ايام، نقولو شهر؟ واش هذا الشهر تقدر تكتب فيه اسم شخص في حلمك؟ واش هذا الانسان بكامل قواه العقليه؟ وسدسيو قال ولا حيت انا كيبان لي انه بيزا راه شي حاجه اللي اوفر بزاف. كل واحد حر في الحمو وفي الجسد ديالو وفي حياته وفي الافكار ديالو، هذا الانسان خصو يكون لوجيك شويه. وتجدر الاشاره الى ان فؤاد قبيبو له بنت وولد من زيجاته السابقه مغربيه وتونسيه المعروفه عبر مواقع التواصل نجلاء غرس الله.